وقد نوه الرئيس السيسي أيضا بالآفاق الواعدة للتعاون في مجال الطاقة باعتبارها أحد أهم المجالات التي يجب العمل على تنميتها بين البلدين، حيث أن اكتشافات الطاقة في منطقة شرق المتوسط يمكن أن تكون عاملا مهما لتحقيق الاستقرار والسلام بما يعود بالنفع على دول وشعوب المنطقة. وأود هنا أن أبرز الآفاق الواعدة للتعاون في مجال الطاقة باعتباره أحد أهم المجالات التي يجب العمل عليها وعلى تنميتها بين البلدين. فلا شك أن اكتشافات الطاقة في منطقة شرق المتوسط يمكن أن تكون عاملا مهما لتحقيق الاستقرار والسلام بما يعود بالنفع على دول وشعوب المنطقة. كما أن تلك الاكتشافات يمكن أن تسهم في تلبية احتياجات القارة الأوروبية لتنويع مصادرها من الطاقة بما سيساعد على تحقيق أمن الطاقة، خاصة في ضوء الموقع الاستراتيجي التي تتمتع به كل من مصر وقبرص، والذي يؤهلهما للقيام بدور مهم وحيوي في سياسات الطاقة في المنطقة.